أهلا الأصدقاء كديرين، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. إذا اليوم إن شاء الله غادي نديرو التصحيح ديال 822 اللي كاين في الصفحة 127 بالنسبة لكتاب ديال المفيد تلاميذ ديال تانية بكالوريا فيزيك و اس في تي. دونك هاد التمرين هذا راه مهم بزاف لأنه غادي يفهمنا أكثر حول لا مونوتوني لا ديريفاسيون اي لا مونوتوني. اوكي سي بيان. دونك هنايا كما كتلاحظوا عندنا واحد لو ديسان اللي كيمثل لينا واحد لا كورب ديال واحد لا فونكسيون في لانترفال موان 3 3. فوالا. بالنسبه لا بروميير كيسيون قالوا لنا ريزودغ ليكواسيون اف بريم دو اكس ايغالا 0. مازال شنو غنديروا هنا؟ اول حاجه حنا شنو كنلاحظوا في التمرين بانه ما عطيناش لا فونكسيون اف دو اكس، لا فونكسيون اف دو اكس ما عطيناهاش لينا، يلاه عطينا لا كورب بوحدو. وهنا قالوا لنا ريزودغ ليكواسيون اف بريم دو اكس كتساوي زيرو. اذا شنو كنمشي نشوف؟ كنمشي نشوف هذا، هنا عندي لو ماكس، هنا عندي لو ميني، ماكسيموم مينيمال. مزيان. اذا هنايا كنمشي نشوف هذا البوان اللي عندي هنايا وكندير لها الاسقاط. هنا عندي ان، وهنايا بالنسبه لهذا الميني هذا كندير الاسقاط على لاكس ديال او اكس. هنايا عندي موان 2، دونك هاد ان موان 2 راه هما لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هذا اف بريم دو اكس. يعني كما كتلاحظوا فاش كيعطوني بحال هكا كنمشي هنايا فين عندي بحال هكا. اذا هذه راه الماكس ديال الكوب وهذه راه الميني ديال الكوب، كندير لها الاسقاط على لاكس او اكس. فوالا، هنا كنلقى 1 وهنا كنلقى موان 2. دونك شنو هما لي سوليسيون ديال هاد لا فونكسيون هادي اف بريم دو اكس؟ راهما 1 اي موان 2. فوالا، دونك هذه هي السؤال وهذا هو الجواب. دونك هنايا راه تعلمنا حاجه جديده. هذه اول حاجه علمها لينا التمرين بانه الا بغينا لي سوليوشن ديال اف بريم دو اكس راه كنشوفوا غير الكوب، لا كنشوفوا الماكس والميني وكنديروا الاسقاط على او اكس وكنشوفوا لا فالور راه كتكون هي اكس. بالنسبه لا دوزيام كيسيون قالوا لنا ديتيرميني لي ليميت سويفونت. دونك بالنسبه لليميت الاولانيه اللي هي ليميت دو اكس تنفير دو اف دو اكس سور اكس موان 2. فوالا، دونك هنا الا لاحظنا مزيان هنا عندي x موان 2 وهنا عندي f دو x. دونك الا فكرت مزيان غادي نعرف بان هاد الليميت هادي كتشبه هذيك الليميت اللي كنستعملوها باش كنبغيو نبينو ك واحد لا فونكسيون راه ديريفابل في ان بوين مثلا. الوغ هنا شنو كندير؟ كنسيبوزي بانه هنايا راه غادي نمونطريو بانه الليميت f دو x راها ديريفابل في بوين 2. فاش كنبغيو نبينو ان فونكسيون راها ديريفابل في كلكو بوين شنو كنحسبو؟ كنحسبو ليميت دو اكس تنفير دو ديال اف دو اكس موان اف دو دو سور اكس موان دو. مزيان، ناخدو واحد الكخايه. اذا هنا الا درنا موان اف دو اكس موان عفوا موان اف دو دو نحسبو موان اف دو دو نشوفو شحال غادي تعطينا. انا منين غنحسب موان اف دو دو تو سامبلومون غادي نمشي لاكورب ديالي غنشوف فين هي دو، ها هي دو. و f دو x ديال 2 شحال يكون كيساوي 0. اذا f دو 2 شحال تكون كتساوي 0، داكشي علاش هما ما كاتبينهاش لينا. اذا هنا شنو كندير؟ هما شنو بغاو يقولوا لنا؟ اننا نحسبوا هاد الليميت هادي. اذا شنو غادي ندير؟ انا ما عنديش الليميت وعارفه هادي راها كتكتب الا بغيت نبين بان اون فونكسيون راها ديريفابل. دونك هادي شنو غادي تكون كتساوي؟ هادي راه هي f بريم ديال 2. ولكن امتى غيكون عندي الحق نكتب هاد f بريم ديال 2؟ غادي نمشي نشوف لا طونجونت. هنايا مادام عندي 2 ما عنديش 2 بلوس ولا 2 موان، دونك غتكون عندي اون طونجونت. غادي نمشي نشوف البوان 2، ها هي البوان 2. كما كتلاحظوا هاد الطونجونت هذا كي عندي طونجونت اللي هو مائل، سي بيان. دونك عندي الحق هنايا نكتب اف بريم دو 2، سي بيان. اذا هنايا شنو غادي ندير؟ غادي نمشيو لا طونجونت، غادي نقول بيسك اون واحد بيسك واحد سي دو اف هاد لا كورب هادي سي دو اف عندها واحد لا طونجونت اللي هو تي او بوان. شنو هي البوان؟ بوان 2 ممكن نسميوها 2 0. او بوان 2 0 اذا هنايا شنو كنديروا الا بغينا نعرفوا شنو هي لا فالور ديال اف بريم دو 2؟ كنمشيو لهاد لا طونجونت هذا اللي عاطيني لينا هنايا، كناخذ منه دو بوان، ناخذ البوان هادي الاولانيه وهاد البوان هادي الثانيه. دونك هاد البوان هادي ا، شنو هما لي كوردوني ديالها؟ لي كوردوني ديالها هما 1 1. فوالا. والبوان الثانيه نسميوها بي، شنو هما لي كوردوني ديالها؟ هما 3 موان 1. فوالا، اذا هنايا هاني خديت دو بوان. اذا اف بريم ديال 2، اف بريم ديال 2 شحال غادي تكون كتساوي؟ الوغ غادي ناخذ موان 1 هاد، ناخذ موان 1 هذا كيتسمى ايكغ، هذا ايكغ. اذا كناخذ هذا كنقصو من هذا ولا هذا كنقصو من هذا، المهم الترتيب اللي مشيت به كنكمل. نقص هذا من هذا ناقص هذا في التحت في المقام، غندير هذا ناقص هذا،
إذا بديت بهذا ناقص هذا في المقام غندير هذا ناقص هذا، إذا موان زان موان زان هنايا 3 موان زان، إذا شحال تعطيني موان 2 سور 2 اللي هي موان زان. فوالا دونك موان زان هي لا فالور ديال اف بريم دو 2 اللي هي دونك ليميت دو اكس تنفير 2 ديال اف دو اكس سور اكس موان 2 شحال تكون كتساوي موان زان. فوالا دونك هادي بالنسبة لليميت الأولانية. بالنسبة لدوزيام ليميت، ليميت دو اكس تنفير موان 2 ديال اف دو اكس موان اف ديال موان 2 سور اكس بلس 2. فوالا كيما كتلاحظوا راه لو ميم شوز بالنسبة لهادي، غير هو هنايا عطينا اف ديال موان 2 بمعنى انه اف ديال موان 2 ما غاديش تكون كتساوي 0. فوالا اذا هادي ليش كتشبه، هادي كتشبه بحال الا بغينا نمونطريو بلي لا فونكسيون اف راها ديريفابل في موان 2 كنستعملوا هادي، يعني كنحسبوا ليميت ديال هادشي هذا، كنشوفوا الا عطانا واحد لو نومبر اللي هو فيني الوغ كنقولوا بانه راه هاد لا فونكسيون هادي ديريفابل، وشنو كنزيدوا عليها اخر بان لا فونكسيون راه عندها واحد لا طونجونت واحد لا طونجونت فو البوان مثلا في شي بوان. فوالا وكنكتبوا ليكواسيون ديالها مزيان. كاينين ثلاثه ديال الحالات، هي تعطيني هاد ليميت هذا نومبر فيني بحال الحاله ديال هنايا، هي تعطيني زيرو. امتى كتكون عندي زيرو؟ الا كان عندي اون طونجونت كي داير اوريزونتال، الا كانت عندي طونجونت اوريزونتال دونك كتعطيني زيرو. الا كانت عندي واحد لا طونجونت اللي هي فيرتيكال الوغ كتساوي بلوس بيان لانفيني. مزيان، اذا فين غنمشي انا؟ نشوف موان 2 فين هي موان 2. فوالا موان 2 فوالا، دونك هذه هي موان 2 كما كتلاحظوا، هذا هو لا كورب اللي عندي هنا كما كتلاحظوا كي دايره هاد لا طونجونت، هاد لا طونجونت راها اوريزونتال، دونك اوريزونتال دونك هاد ليميت هادي غادي تكون كتساوي 0 تو سامبلومون. هاد ليميت هادي غادي تكون كتساوي 0، علاش؟ لان عندنا اون طونجونت اوريزونتال، وحنا عارفين فاش كتكون عندنا اون طونجونت اوريزونتال، سيتادير ليميت ديال موان 2 اكس تنفير موان 2 ديال اف 2 اكس موان اف 2 ديال موان 2 سور اكس بلس 2 شحال غادي تكون كتساوي واللي شحال تكون كتساوي فوالا اف بريم ديال موان 2 اللي هي 0، لان لا طونجونت راه كتكون اوريزونتال. فوالا ندوزو بالنسبه لليميت الاخرانيه، ليميت دو اكس تنفير موان 3 وهنايا اكس سوبيريور ستريكت ا موان 3، سيتادير هنايا غادي نشوفو اكس تنفير موان 3 بلس. فوالا اذا هنا شنو غادي نبين؟ غنحاولو نبينو لا ديريفابيليتي ديال لا فونكسيون اف ا دروات ديال بوان موان 3. سي بيان مزيان. اذا هنايا شنو خاصني نمشي نشوف؟ بلاص ما نكتب اف بريم ديال موان 3 ما عنديش الحق، خاصني نشوف بعدا لا طونجونت كي داير، واش لا طونجونت هنا نشوفو لا دومي طونجونت لان عندي بلس ا دروات، دونك لا دومي طونجونت فوالا. دونك الا مشينا لموان 3 هنا كما كنلاحظوا راه ما عنديش طونجونت كامل، عندي غير دومي طونجونت. فوالا هذه الملاحظه الاولى، عندي غير دومي طونجونت، وهذا لو طونجونت هذا كي داير فيرتيكال. اذا هنا شنو غتكون هاد ليميت؟ شنو غتكون كتساوي؟ يا بلس يا موان لانفيني. سي بيان، يا بلس يا بلس يا موان لانفيني. انا باش نعرف بلس ولا موان لانفيني غنشوف الاشاره اللي عندي هنايا، شنو عندي هنا؟ بلس. فوالا وهنايا هاد لا طونجونت هادو قلنا فيرتيكال ولكن ديريجي فيغ فيغ لو با، ديريجي فيغ لو با، وهنا عندي بلس. اذا الا كان ديريجي فيغ لو با لو با هنايا الاشاره غتكون عكس هادي، اذا الا كانت عندي هنا بلس هنا غتكون موان، دونك الجواب الصحيح هنايا غيكون هو موان. فوالا دونك نخليكم على كوريكسيون ديال التمرين هذا، انا شرحته لكم دابا بفمي ولكن نتوما شوفوا داكشي مرتب. فوالا دونك هادي هي لا كوريكسيون ديال لا كيسيون اللي كنت كنشرح لكم. اذا هنا في الاول خرجت لينا موان زان، فوالا دونك هادي هي الثمانية ديال الثمانية. إذن بالنسبة لا question 3 à résoudre dans l'intervalle moins 3, 3 l'inéquation f' de x supérieur ou égal à 0. إذن هنايا الانترفال من moins 3 ل 3 غادي نحاولو نديرو الريزودغ ديال هاد الانيكواسيون هادي f' de x supérieur ou égal à 0. ألوغ شفنا في الكور فاش كتكون واحد لا فونكسيون f' كبر من أولا كتساوي 0، سيتادير كو لا فونكسيون f كي غتكون؟ غتكون كخواسانت. إذن هنايا إلا بغينا نشوفو الحل ديال هاد التمرين هذا غادي نمشي نشوف نشوف من الانترفال موان 3 3، ها هو موان 3 3 هو اللي فيه الكورب اصلا. مزيان، اذا هنايا شنو غادي ندير؟ هنايا عرفنا بانه فاش كنقولوا اف بريم دو اكس سوبيريور ايغال ا 0 سيتادير اف راها كرواسانت. اذا فين هي اف كرواسانت؟ اف كرواسانت من هنا. اذا هنايا اف فين كرواسانت؟ اف كرواسانت هنايا. اذا شنو هاد الانترفال هذا؟ هو موان 2 1.
اذا لا كوريكسيون ديال هاد اولا الجواب هو لانترفال موان 2 موان 2 1 فوالا. بالنسبه ل بي دريسي لو طابلو de variation de f, tableau de variation de la fonction f. Et dans le tableau de variation de la fonction f, on va dire qu'il comme d'abord, et je vais confier. Place de x, ça se moins 3, moins 2, moins 2, 1, ou moins 1, 3. Tel que moins 3, moins 2, ça se décroissante, moins 2, 1, ça se croissante, ou moins 1, 3, ça se décroissante. Donc voilà, c'est le réponse de l'initial A. بالنسبة لـ B شنو قلت لكم؟ إذا موان 3 موان 2 موان 2 1 1 3 هنا ديكروسونت كروسونت إي ديكروسونت. وهنا كنكتب ليماج يعني كنحسب F ديال موان 3، هي ما نحسبوش F ديال موان 3 لأنو ما عندناش لا فونكسيون F، ولكن شنو غندير؟ كنمشيو بحال هنا عندي 3، إذا غادي يمشي للكورب فين هي موان 3 هي هادي. شنو هي ليماج ديال موان 3؟ راه هي زيرو. بالنسبة لموان 2 شنو هي ليماج ديالها؟ هي موان 0. بالنسبة لهنايا 1 شنو هي ليماج ديالها؟ هي 2. بالنسبه هنا 3 راه بريسك شي ناقص 0.7 بحال هكا فوالا. اذا هذا هو الجدول. هنايا طلبوا منا لا كاتريام كيسيون دوني ليكواسيون دو لا طونجونت على كورب سي دو اف او بوين دابسيس 1 اي 2. اذا هنا طلبوا منا باش اننا نعطيهم ليكواسيون ديال لا طونجونت ديال لا كورب سي دو اف في البوين دابسيس 1 et 2. اذا غنمشيو بالنسبه للبوان الاول، غنعطيوهم ليكواسيون دو لا طونجونت ديال الكورب سي دو اف البوان لي لابسيس ديالها 1. فين هو 1؟ هو هذا. مزيان، فين هو هاد لا طونجونت؟ هذا هو هاد لا طونجونت. اذا هذا هو الطونجونت اللي غنعتمدو عليه. كي داير هاد لا طونجونت؟ هاد لا طونجونت راه طونجونت لي هو كما كنلاحظو اوريزونتال، طونجونت لي هو اوريزونتال. اذا فاش كتكون عندي اون طونجونت اوريزونتال سيتادير غنقولو اف بريم ديال 1 شحال غادي تكون كتساوي؟ tout simplement 0 لان عندي هوريزونتال. اذا فاش غتكون كتساوي 0؟ حنا عارفين بانه ليكواسيون ديال لا طونجونت شحال كتكون كتساوي؟ كتكون كتساوي اف بريم ديال 1 اكس موان 1 بلس اف 2 1 فوالا. هادي كتساوي 0 و 0 فوا هادي راه 0، اذا غتبقى ليا اف 2 1. اف 2 1 شحال كتساوي؟ 2. دونك فوالا ليكواسيون دو لا طونجونت على كورب سي دو اف في البوان دابسيس 1 راه كتكون كتساوي نقولوا y ايغالا 2. فوالا هي هادي. اذا هذا هو الجواب دو لا طونجونت على كورب سي دو اف بوان دابسيس 1 راه هي 2. بالنسبه للبوان 2 تو سامبلومون غادي نمشي ل 2. كما كنلاحظوا هاد لا طونجونت هذا اللي عندي كيفاش داير؟ هو طونجونت اللي هو مائل. اذا غتكون عندي نحسبوا اف بريم ديال 2 شنو غيكون كيساوي؟ غيكون كيساوي ليا واحد لو نومبر، غيكون كيساوي ليا واحد الرقم. ولا رجعتو في لي كاسيون الاولانيين راه ديجا حسبنا اف بريم ديال موان 2 اف بريم ديال 2 هنايا شحال كانت عطاتنا؟ موان 1. اذا هنايا ها هي موان 1. اذا شنو هي ليكواسيون طونجونت؟ كتكتب على شكل اذا ايغريك شحال كتكون كتساوي اف بريم ديال 2 اكس موان 2 بلس اف 2 2. هادي كتساوي موان 1 دونك هنا غتولي عندي 2 موان x. وشنا هي f دو 2؟ هي 0 فوالا. هي f دو 2 راه هي 0. اذا شنا هي ليكواسيون؟ راه هي 2 موان x ولا موان x بلس 2 فوالا. اذا هذه هي لا كيسيون فوالا ديال لا ريبونس. اي كوم سا غادي نكون ساليت معكم لا كوريكسيون ديال التمرين 22 صفحه 127. نتلاقى معكم فيديو جاي. السلام عليكم.